مطبخنا النهارده من المغرب، وما ادراك ما اكل المغرب، يعني شكله يجنن اصلا. معانا صوفيا، اهلا بيكي. او صوفيا، اهلا. صوفيا منوره. شكرا، ربنا يخليكي. ازيك يا صوفيا؟ الحمد لله، ربنا يخليكي. نورتينا. شكرا. وعلى فكره انت منورانا النهارده. عيد ميلاد سهير، بس انا كنت عامله نفسي مش عارفه عشان اغني لها في المطبخ واقول لها هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو سهير، هابي بيرثدي تو يو. كل سنه وانت طيبه. انا حاولت اعمل نفسي شغل، هو النهارده عيد ميلادك وحاجات كده. المهم منورانا يا صوفيا، هتعملي ثلاث حاجات. هتعملي طنجيه. هنعمل طنجيه، اها، مش عارفه لسه هعرف هي ايه. وثاني حاجه طاجن او طاجين كفته بالبيض. بالبيض، ايوه. والحلو بقى بستيله بالحليب، الحاجات الحلوه بقى المغربي. هنبتدي بايه بقى؟ هنبتدي بالطنجيه. اوكي. ده في الاول هو عباره عن لحم تتعمل بالموزه بالضبط. موزه، كنت اسالك اي قطعه من اللحم. بالضبط الموزه. حلوه. وهو في الاصل بيتعمل في طبق من الفخار، وبيستوي في على رماد الفحم، يعني المده يعني طويله تقريبا ليله كامله. احنا هنعمله على النار. المقادير معانا الاول نقولها يا صوفيا. مقادير ايه بقى؟ عباره عن المقادير كيلو من سهله جدا. عندي سمنه، كيلو من الموزه، ايوه لحمه موزه. كيلو سمنه، ثوم، كمون وزعفران، وليمون مخلل. لازم الليمون في اكلتك. اوكي. اوكي، انا هعملها في مسخنين الحله. تمام. انا هعملها الطبق ده. هو احنا في المغرب تقريبا ما بنشوحش اللحم، فبنعمل كل شيء في صح ايه في الحله، لانه خصوصا الاكل عندنا بيكون مستوي على نار خفيفه ولمده طويله. مدة طويله، فما بنحتاجش يعني التسويه يعني كده. احلى واصح. وبعدين بصي يا منى، شايفه المشهد الرائع ده؟ انا حلو قوي. الاحمر وابيض ده حلو قوي. ده موجود هنا ولا ده مغرب بس؟ دي حله، دي حلة بس غطاها بس اللي الغطا بس. ايوه بس يعني دي مغربيه. انا قصدي موجوده في مصر. لا، دي مش في مصر، ده من المغرب. من المغرب. طبعا. حلوين قوي. تحياتنا لاهل المغرب كلهم، كل مشاهدينا في المغرب. فانا هحط كل شيء من الاول. عندي الموزه. انت بتقولي عندكم ما بتشوحوش اللحم، امال بتسلقيها ولا ايه؟ لا، ما فيش يعني تدخل كل الحاجه في الفرن على طول مثلا. الطنجيه دي ممكن تتحط في الفرن، ممكن تتعمل في الفرن. انا اخر مره كنت عملتها على انستغرام، الناس اللي متابعيني هو يعني عارفين. انا صفحتك على انستغرام. تاجين باي صوفيا. تاجين باي صوفيا. يعني حاجه جميل. معلش انا عايزه اعملها. اساعدك في ايه؟ اجيب لك اللي انت عايزه. فهنحط السمنه. انت متجوزه يا صوفيا؟ مصري ولا مغربي؟ مصري. مصري، عشان كده قاعده هنا على طول. حلو. عندك اولاد ولا لسه؟ لا لسه. يلا عقبال ان شاء الله. ان شاء الله فرحينا المره الجايه. ان شاء الله. حطيت سمنه، ثلاث ملاعق سمنه. هحط ثوم. حط ثوم يعني في هذا الطبق. ما يحتاج ثوم كتير. مفروم، مش ثوم باودر والحاجات دي. لا، مفروم احسن. عندي ملعقتين كمون. وايه رايك في الراجل المصري بقى والزوج المصري؟ قولي الحقيقه. لا لا، رائع طبعا. رائع طبعا. يعني اللي موجوده هنا فباين انه رائع وانه كويس. تحسي ان انا موجوده هنا يعني تحت الحصار بس؟ لا لا لا. فحطيت الزعفران والكمون، وهحط واحدة ليمون مخلل. هو في الأصل بيتحط اللي مجفف. لا لا، كله. لا يعني الدم مخلل. ليمون مخلل. هي بتتاكل كده. اوكي. فممكن نستعمل اللب بس، ولكن انا بحب اعملها كلها. لب الليمون نفسه؟ فانا هحطها يعني كلها. انت بتحطيها في السوا نفسه؟ معلش، نعم. بتحطيها في السوا نفسه؟ بنحطها كده كلها. تمام. ده زيت زيتون من بعد. وصفحتك بتعملي عليها اكل مغربي بس ولا اكل مغربي متخصصة اكتر؟ لا لا، يعني شويه شويه من كل جوزك علمك الاكل المصري؟
انا اتعلمت شويه اتعلمتي عشان طبعا لا لانه حبيت الاكل المصري ففي حاجات يعني ضروري اتعلمها يعني زي ايه الضروري بقى انا تعلمت مؤخرا تعلمت محشي كل المحاشي طبعا تعلمت الرز والرز بالشعريه حماتي علمتني شويه في كانت معايا مساعده سوريه علمتني كذلك شويه فكده الاكل السوري كمان حد خلاص هخلي الحاجات دي تستوي كده يعني مع بعضيها هحط معاها شويه بس نص ملعقه كاس كوبايه ميه ونخليها تستوي على نار خفيفه جدا يعني. انا المره ممكن نعملها في الفرن نغطيها ونعملها في الفرن ونخليها ساعتين على هو نار هاديه نار هاديه قد ايه نار هاديه يعني اقل حاجه عشان قالت لك على وقت طويل قوي في وقت طويل بنار هاديه دي احلى حاجه وهم بيعملوها على فحم او قلتي على فحم على رماد على رماد الفحم ما بيكونش يعني ساخن بيكون بارد فهو اللي بيخليها تستوي يعني تولع من بالليل بقى عشان تاخد الليل كله يا في اماكن في المغرب في اماكن يعني معموله خصوصا لتسويه هذا الطاجيه طب نبتدي بقى في الطاجين الكفته بالبيض نخلي الطاجيه المقادير معانا هتنزل دلوقتي طاجين كفته بالبيض تولعي طاسه هولع هعمل انا هعمل في ال طيب مقادير طاجين الكفته بالبيض قولي لنا عباره عن ايه قد ايه لحمه مفرومه لحمه مفرومه عندنا بصل ربع ده ربع كيلو ده ربع كيلو ومعانا ثلاثه بيض وبقدونس هنعمل البيض بقدونس بصل ملح بابريكا كمون شويه شطه دي بهارات انا عاملاها بتاعت الكفته الميكس بتاع صوفيا بقى صوفيا دي ده ميكس مغربي يعني فيه يعني تقريبا هادشي اللي ذكرت كله بالاضافه الى لو احنا ما عندناش الميكس ده يبقى فيه ايه التفاصيل تفاصيل في شويه زعتر في شويه مرد الدوش تعرفي يعني دي اعشاب دي اعشاب مناسبه يعني كويس تكون مع الكفته في كمون انت بتعملي كمان صوفيا شفتك على الصفحه بتعملي اعشاب مغربيه هي دي اللي هي لا مش اعشاب دي توابل تتبيلات انا عملت تتبيلات للاكل المغربي مثلا يعني لو عايزه تعملي ممكن نعمل واحنا لو عايزه تعملي مثلا طاجين زيتون فراخ بالزيتون فعملت لهم تتبيلات زيتون اخضر الله الله يعني التتبيله دي اختراعك ولا دي تتبيله مغربيه لا اختراعي لا دي انا اللي عملتها واشتغلت عليها ما تعلمتيش المحشي بس تعلمت الملوخيه لا لسه لسه الملوخيه لسه اذا كم سنه جواز ما تعلمتيش الملوخيه لا يعني سنتين مش كتير سنتين انا حطيت بصل ايوه في اي حطيتي الزيت وزيت زيتون انا بس عايزه اعلي شويه النار علشان نعمل بسرعه هتسوي ايه على النار مش دي كفته دي كفته بس انت بتشوحي لها بصل هعمل حامل صلصه بالطماطم هنسوي فيها الكفته اوكي دي عامله زي داوود باشا كده مثلا تقريبا انا شفت في الصوره هي اصلا اشوف هي هنا ايوه دي على النار اهي فعندي الكفته زي داوود باشا زي داوود باشا بس التوابل والطريقه مغربي مغربي احنا عندنا في ناس بيضيفوا لها بطاطس بقى بيحطوا لها بطاطس في الـ مع الكفته بطاطس اوكي انا حطيت شويه بطاطس بتاعتها دي عارفه زي عمر الشريف قال لها يا بطاطس بطاطس سلعه حطيت بقدونس حطيت شويه ملح وقلنا بابريكا وكمون وشويه فلفل اسود انا مش هحط الحاجات دي كلها هحط توابل بتاعتي توابل صوفيا طب هي عباره عن ايه يا صوفيا ايه هتقولي السر ولا لا انا قلت في كل ده الملح فلفل بابريكا شويه زنجبيل فلفل اسود بردقوش بردقوش والاعشاب وشويه زعتر حاجه ثانيه بالمغربي كده مرد الدوش ده المدلع بتاع البردقوش مرد الدوش فخلصت هخلط الكفته هنا تمام
هنخليه شويه البصل. البصل ده يتحط على الكفته دي؟ لا هحط صلصه، هعمل زي دي صلصه. يعني مفيش بصل في عجينه الكفته؟ ممكن لو عايزه تحطي بصل. مش كده؟ لا مش فيها توم، مش لا فيها توم. فيها توم. ملح وفلفل بقدونس. بقدونس في بقدونس مجفف، يعني في حاجات كثيره اللي تعطي الكفته نفس الطعم. طعم حلو يعني. فانا خليت البصل ياخد لون شويه. طب البيض فين من الموضوع ده بقى؟ لان في البيض هيكون مع الكفته. طاجين كفته بالبيض. طب يعني انا هستنى، يعني الاحسن نستنى الكفته لما البصل يتغير لونه شويه. احنا لان ما عندناش وقت كتير فانا هعمل بسرعه. هضيف ضفت الطماطم، هاخد كذلك شويه صلصه علشان يكون تديها لون شويه. النار واطيه كده يا صوفيا ولا انا عاملاها على الاخر؟ ولكن بابريكا، احط بابريكا وكمون. ما نحطش كمون كتير في الصلصه. انا ملاحظه ان اكل حتى اللحمه عامله فيها كمون، بتحبوا الكمون في الاكل؟ في مش كل الاكلات. مش كل طب يعني. واذا حطيتي بقى في اللحمه دي بتقولي بذر الليمون نفسه، البذره دي مش تيجي في بق الواحد؟ لا انا ما حطيتش البذر، حتى انا حطيت جوزك الليمونه كلها. سامح سامح، ولو جت في بقه بذره دي مش هيسكت. معلش هيربح معنا، هيفوز معنا بشي حاجه. هو فاز بيكي خلاص، فدي احلى فوز. هحط كذلك شويه بقدونس. انا ممكن على فكره انتوا مبوظين علينا الدنيا يعني. لكن اللي ما اتجوزش مغربيه ما اتجوزش. وانا اخويا كان متجوز مغربيه الله يرحمه. متدلع كان جدا جدا يعني، اكلها حلو وكل حاجه حلوه. احط شويه من التوابل بتاعتي. توابل فاطمه صوفيا. فحطيت شويه في الصلصه. يعني هوطي على دي لان دي مستويه صح كده؟ ممكن نوطي عليها. هوطي عليها جدا. خلاص انا هخلي الكفته الصلصه تستوي واحط معاها تتسبك. صلصه تتسبك واحط عليها الكفته. طيب امال دور البيض امتى؟ لسه مش البيض حالا حالا. يعني دي فيها بيض؟ لا لسه دي لسه مش فيه. ما فيهاش بيض. انا عايزه بس احط الكفته هنا. خلاص من بعد نحط الكفته ونخليها تستوي على راحتها. احنا بقى عندنا بنشوحها. داود باشا دي بنشوح الكفته الاول وبعدين نعمل لها صلصه. لا احنا ما عندناش قصه التشويح دي كتير. كل حاجة مع بعض تقريبا. تقريبا المخارج عندهم جميله. القاف والمخارج. انا عايزه غتل هنا. ممكن نشوف غتل هنا نغطي دي. انا نقصت عليها النار. تمام. ونخليها تستوي على راحتها. اوكي تستوي على راحتها. احنا معاكي. دي بقى بعد ما بتستوي في الصلصه مستويه وكل شيء فهزيد عليها. هنستنى نحط البيض ولا هنطلع؟ ماشي نحطه في الفاصل ولا لا؟ عايزين نشوف بس واحده. كده دي مستويه ومعموله. عندنا مخرج عامل دايت فهيموت طبعا يشوف الحاجات دي. اتفضل احط البيض. ايوه ده تاجين مغربي 100%. الله بتبقى عيون بقى. دي فعلا ما شفناهاش في اي حته. ده مش داود انا هذاك الشيء اقصد انني اعمل اطباق مختلفه على المعروف ولا الناس اللي يعني متداوله كثير. الله فخلاص هخليها كده. يعني لما عندناش تاجين ممكن نعمل فلوس ثاني بقى. البيض ملح وفلفل وكده؟ لا خلاص هو في الصلصه فيها كل شيء فما يحتاجش يعني. خلاص هنخليه نغطيه ونغطيه تاني برضه يستوي. ونخليه يستوي. هادية بيض عيون مع داود باشا. احنا بنقول عليه بيض عيون. اوكي خلاص. لو ما بنحبش العيون كده ممكن نفتحها شويه ونخليها او يعني ممكن خلاص. مش من غير بيض خالص. نقصد بحاجه مختلفه زي ما بتقول لك نقصد. ممكن نطلع فاصل ونرجع. فاصل قصير ونرجع مع صوفيا.
ورجعنا ومطبخ مغربي النهارده مع صوفيا او صوفيا زي ما هي بتحب تقول، وعملنا الكفته بالبيض اهي معانا، واحنا دقناها على فكره حلوه قوي قوي، وعملنا الطاجين اللي هو لحمه الترجيه الموزه مع الليمون بقى المعصفر والحاجات الحلوه دي. تمام، فاضل بقى الحاجه الحلوه. انا دقتهم حلوين قوي قوي. الحاجه الحلوه بقى عباره عن ايه؟ انا قبل ما نمشي قبل ما نمشي للبسطيله عايزه اعمل بس حلوه، بحب المقادير بتاعتها. عايزه اعمل بس اعمل حاجه اخر حاجه في الطاجين ده، في الطاجين، لانه بما انها بيستوي على الفحم وكده فبعملها انا ولعت في الفحم. ايوه، هتبقى طعمها تحفه. وتغطي عليها، احط عليها زيت. هنولع في الاستوديو ولا حاجه؟ ايوه عادي، ما تخافيش. لا لا لا، وغطيها ونخليها تتشرب. انتي في اي انا بعمل الحركه دي بس انا بهزر معاها. جنب اللحمه الفيليه بعمل الحركه دي. اوكي، هنعمل البسطيله دي. بسطيله حلوه، ده سبرينج رول. سبرينج رول دي اسمها، يعني الاسم الاصلي بتاعها اسمها جوهره، في المغرب نسميها البسطيله جوهرة. دي في منها الحادق صح؟ في منها بسطيله بالسمك، وفي البسطيله بالفراخ واللوز. ايوه، ودي بسطيله حلوه. لا، المره الجايه بقى تعملي لنا السمك وتعملي لنا الفراخ واللوز ان شاء الله. اكيد. فانا اخذت سبرينج رول وحمرته في الزيت. في الزيت، اوكي. وهنا هعمل الصوص اللي هتكون معها، او الصلصه اللي هتكون معها. هي تقريبا زي المهلبيه. هنعمل لبن. قد ايه لبن؟ هنا عندي نص لتر لبن. نص لتر لبن؟ ايوه. هاخد انا معاكي، قولي لي هاتي معلقه. وانا اجيب لك معلقه يا استاذه، مش عايزه اتعبك. معايا هاخد معاها ملعقتين نشا. تمام. وشوية مستكة. أنا هي هنا مطحونة، هاخد شوية. لازم يكون بارد بقى عشان النشا ما يكلكعش. أيوة، كل شيء بارد. أنا عندي تقريبا 3 معالق سكر. كم معالق؟ معالق، 3. 3 معالق. 3 معالق. ومن بعد هنخلط. اوكي، هنخلط هذا الشيء ونحطه فوق النار حتى تتشرب تستوي، تغلي، يستوي النشا وتعقد. احنا بنقول سنتين ما تعلمتيش مصري. معلش، لسه في كلمات بيروحوا مني. هتحطي فانيلا ولا حاجه عشان يبقى ريحتها زي المهلبيه ولا من بعد لما تستوي، لما طلعها من النار هحط عليها مزهر. مزهر، الله الله، هحط عليها مزهر. ايوه، هنا انا عملنا الحشوه دي، الكريمه هي نفسها، هي بس هنا بارده، معموله بارده. فهاخد ورق الجلاش، او مش الجلاش، السبرينج رول. مضطره قوي ممكن يبقى جلاش برضه. ممكن الجلاش، واحط عليها شويه. هي بتتعمل وحدات ولا ممكن تبقى صينيه زي صينيه الجلاش؟ احنا زمان كانوا بيعملوا، زمان كانوا بيعملوها كبيره في الصينيه، في الصينيه كبيره دلوقتي بقى في الفود. فاهمه، انا عملتهم شويه عشان ما حدش يرمي حاجه. على قد الصباع. هو الحشو ده ايه؟ لوز او سوداني؟ لا، ده لوز. ده لوز محمر. اوكي، ده لوز. احط طبقه ثانيه. الله، سهير بتبتدي تيه يعني. لا لا لا، ما احنا نفسها اصل احنا مدخرين. معلش، ضروري تدوقي معانا اليوم شويه من مدخرين الجهاد عشان عندنا جهاد تاني. ايوه. واحط الثانيه او ثالث واحده. واحط عليها لوز. طب والله انا عندي موزه، هعملها زي الموزه اللي انت عملتيها دي. انا شم بقى ريحه عايزين نشم ريحة الفحم. هلال يعني النهارده عيد بقى وكده. لا لا، بتضحكي. انا شاريه موزه عايزه، كنت هعملها في الفرن كده، بس هاخد فكره الليمون. ممكن تعمليها في الفرن والثوم حتى في الفرن. انا بعملها في حلل صحيه كده بتستوي تبقى. خلاص، انا خلصت وهعمل عليها شويه ورد مجفف كده بس للتزيين. الله الله الله، بسطيله نعناع. دي اسمها بسطيله بالحليب او جوهره. جوهره، احلى جوهره. تسلم ايدك، والله حلو قوي قوي. تسلم ايدك.
دي بقى ناكلها واحنا على رأي يعني بص دي عايزة يعني تشمر لها جامد عشان تتقلبيه وكده تاكليها وتمشي طول اليوم تاكلي خالص. اه بالظبط يعني هي فيها واحده منها كفايه طول اليوم بس تقدمها حلو كمان صوفيا على فكره. الله يخليك. خلاص احنا خلصنا ال طيب انت عملتي بقى السندوتشات دي كفته يعني كفته دي كفته دي كفته تانية ولا هي لا نفس الكفته آه ولكن عملتها بس على من غير الصلصه من غير صلصه اه شوحت وعملتيها يعني ساندوتش قدميها بالجرجير وبتاع شكلها حلو قوي وطعمها يعني نقطر بكذا طريقه يعني هنا هحط شويه ده ليمون عشان انتوا عارفين صوفيا هي اللي عملت العيش ده انا اللي عامله يعني برافو عليكي انت اللي خبزاه بتقولي انا اللي خبزاه طريقه مغربي يعني ده اسمه بتبوت ايه يا فندم؟ بتبوت بتبوت انت عامله الليمون ده ازاي؟ ثقافنا النهارده قصاه؟ ده حتى الليمون ده انا اللي عامله بتاع الطريقه المغربيه لا بنشيل اللب و بنزره وعملنا شرايح عملته شرايح لا بالسكين اوكي بس خلاص احنا كمان بنحط بنحط الليمون الناشف ما انا كنت فاهمه انها تعمل بيه اللي هو اللومي ده الليمون الناشف اسمه لا احنا ما عندناش تقريبا ليمون ناشف بنعمل بالليمون ده احط هنا ايوه امال تونس هي اللي معروفه بالليمون الناشف المجفف لا في لا الخليج بيحطوه في الرز مع القرفه والحاجات دي صح في الرز صح تعرفي تعملي اكلك خليجي ولا لا لا لا, لا شويه يعني مش ودي الكفته بالطريقه الثانيه بالبيض بس الطاجين حلو بيتحط على النار وبيتغطى ويتحط ويتحط صدقيني انا ما رحتش المغرب لحد دلوقتي انا رحت تونس ما رحتش المغرب لازم اروح ان شاء الله أجيب تروحي نروح سوا بقى انا ما رحتش ولا المغرب ولا تونس نروح سوا صوفيا انت نورتينا والله يعني يوم مميز عندنا فانت شكرا ميرسي ليكي صوفيا وكل سنه وانت طيبه سهير طول الاسبوع في احتفال عشان تبقوا عارفين مش السبت بس كل يوم كل يوم طب هابي بيرثدي بقى تاني قلتها في الاول ما كنتش عارفه المره دي طلعت كان رفع اذن يا جميل على الساحه وحاجات كده لسه هشوف على الساحه بتاعت الستات اشكرك صوفيا شكرا لحضراتكم ونشوفكم بكره على خير وحلقه جديده والستات اللي ايه ما بيعرفوش يكذبوا ان شاء الله من بكره